6000 درهم ولا 7000 الا ما كانش اكثر، الا ما كانش اكثر، لان البنات اللي التذكير الذهب راه غالي هاد الايامات وطالع. وتنظن والله اعلم على ما كيقولوا الناس اللي فايتين في الدومين، يقدر يوصل لشي وصله خطيره، لان نظرا لهاد المشاكل اللي كاينين الذهب هو الامل الوحيد اللي باقي الناس كيخبيو فيه فلوسهم. دونك البنات هادي 950 درهم 95 الاورو 19000 ريال، وكاينه هادي اختها في الاحمر ها هي بحالها 950 درهم. راه كاينه الصغيره ديال هادي كدير 700 درهم. شكرا ليك، شكرا ليك اسماء باوي، شكرا البنات. حاولوا تعطيونا المدن، حاولوا نطلعوا اللايف شويه، الله يجازيكم بخير. دونك هادي حتى هي 950 درهم، وهادي 950 درهم بحال بحال، 950 درهم 950 درهم 95 الاورو 19000 ريال بالنسبه لهاد الجوج. وكاين هذا اللي هو غني عن التعريف، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك، الله يبارك فيك اختي اسماء. هذا الثمن ديالو 2700 درهم، ولكن جوهر حر البنات 2700 درهم 270 الاورو، جوهر حر ماشي عادي، هذا جوهر حر 2700 درهم 54000 ريال 2700 درهم 270 الاورو. عليكم السلام اميمه مرحبا. اذا هذا 2700 درهم 270 الاورو 54000 ريال. يلا اللي باقي ما خداتش شي حاجه عند مجوهرات اروى مرحبا، اش كتسناي مازال، اش كتسناي، جيو لبسيو تبرعيو كيف ما كنقولوا، ولا مين شاف ولا مين ديري. هانا ويتي ويتي ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. كيف ما كتعرفوا متتبعين الاوفياء، حنا راه تنديروا الذهب وتنديروا النقره، اللي بغى الذهب مرحبا، اللي بغات النقره مرحبا. دونك هذه 75 الاورو 750 درهم 750 درهم اللي هي 15000 ريال، 15000 ريال 750 درهم، شويكات فنين ومزيونين. كاينه هذه حتى هي بالنسبه اللي باغا شوكه اوفال، اوفال بركه فهمتيني زوينه اوفال. شكرا لك جود جود نيو. اذا هذه البنات هذه الشوكه الاوفال كدير 750 درهم 15000 ريال 750 درهم. اي وحده كتبعنا في هذه اللحظه هذه اعطينا منين كتبعينا، من اي مدينه انت اختي المتتبعه، غير باش يكون واحد لومبيونس في الباج ديالنا. الذهب شحال الغرام دابا؟ دابا أميرة أبنائي يعني ذهب ما مخدومش كيدير 420 درهم الغرام، ما مخدومش يعني، باقي ما فيهش الحجار، باقي ما مصوبش. أما داكشي اللي كيتباع الموديل راه كيوصل حتى ل 500 درهم 550 درهم وما فوق. كاين هادي حتى هي تخي شيك تخي مينيون زويونة، الثمن ديالها حتى هي 17000 ريال 850 درهم 850 درهم 850 درهم. وكاينين هادو البنات ديال الفضيلة براسليات راه غنية عن التعريف، تيجيو كلاس واعرين البنات، هادو فنين فنين وما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك، اللهم بارك وزيد في ذلك. هانتي هادو كيجيو فنين في اللبسة. سدو هاد الفيديو ما عطيناش لي كليراج ديال الضو، عطينا شي مخدة هاكا، عطيني هذا كل واحد عطيني بوحدو هاكا هايا. وكاين هذا هانتي، واش دابا هذا تقولي عليه نقرا؟ راه لا يمكن، الذي يثبت هذا الكلام الاتقان والجوده ديال الصانع المغربي. هانا براسلي مخدوم على حقو طريقو، الثمن ديالو 700 درهم 14000 ريال 700 درهم هاك. وكاين هذا البنات ديال النص حتى هو مزيون وغزال فني هو بالتخرام ديالو، شي حاجه تخي شيك تخي مينيون، الثمن ديالو 900 درهم حتى هو 900 درهم 18000 ريال. كاين اللي غيقول لك ولا وهذه غير نقره علاش غاليه بحال هكا، اخر مواطن اختي المواطنه، حنا النقره راه غير برودوي، الذهب حتى هو راه برودوي، ولكن فاش كتمتاز السلعه في الخدمه وفي الاتقان وفي الجوده، غير باش نتفاهموا، لان كاينه النقره اللي ما تشوفي فيها حتى الشوفه هذيك نقدر نقول لك ما تعجبكش الا كان الثمن ديالها شويه طالع، لان ما مخدوماش مزيان. حنا اعوذ بالله من قول كلمه حنا، هو ان الناس اللي كيخدموا لينا هما اللي كيصوبوا لنا الذهب، يعني لا فاسون اليد العامله سميتهم الخدمه ديالو شويه دايره الثمن، علاش؟ باش كيطلع لينا بياسات بحال هكا مفينين على حقها وطريقها. يعني ملي نقول بديل الذهب نقد بكلمتي، وراه بديل الذهب البنات. شكرا الاخت، هذا راه كيجي فن البنات في اليد، انا نلبسو باش تشوفوا كيفاش كيجي، ولكن صغيور عليا هذا، هذا اللي عندها شي قياس، اللي عندها شي قياس صغير كنظن ما غاديش غيتسد ليا اليديا هكا تسد. اذا الناس اللي ما كيعرفوناش حنا راه كنتواجدوا في قصريه الحفاري ضرب سلطان، عندك تسد ليا اليديا هاكا كيجي في اليد اختي، كيجي فن وتخي شيك وتخي مينيو هاكا كيجي.
تحيدش ليهم اللون. امونه ما ديريش ليها اختي امونه غير الريحه، غير ما تكبيش عليه الريحه من غير هكاك راه ما تخافي والو. هو مقارنه مع برودويات اخرين، هذوك البرودويات الاخرين اللي تبدل اللون كيتلاح. هذا الشيء لا اختي، غير ما تريحيش، ريحي يديك ولبسي بالصحه والراحه. هاك يلا البنات بارط، هذو اللي دوزناهم ما تمنعوش ندوزوهم، فهمتيني؟ هذو ما دوزناهم. هانا هانا من قال انا تخي شيك تخي مينيون سي لطيفين وصلوا السطورة ديالك غيكون واقيلا غالبا غالبا ان شاء الله. راه نسول الدري باش ما كانت تصيفط لي ميساج لاله في النور. هذيك المضمه واش مازال بغيتيها لاله في النور فاطمه الزهراء؟ البنات راه موجد لكم واحد الكوكتيل ديال المضام خطير 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 جدا. هذا تقدر تفين اولا هذا تفين. اذا هذه هي البنات حتى هي تخي شيك تخي مينيون وزويونه. لا هذا صافي الثمن ديالها ديال البنات حتى هي 950 درهم 19000 ريال. كاينين اختي خديجه المضام غير خليك معايا وما تزابيش. هذا حتى هو تخي شيك تخي مينيون ديرو حنا كاع بحال هكا باش يبان لينا. حاولوا تبارطاجيو البنات هذا اللايف هذا كتشجيع منكم لينا وشكرا والف الف شكر. براسلي الفني هذا ديال فضيله الثمن ديالو 950 درهم 95 اورو. هاك الشوكات اللي دوزناهم مت... هذا ما دوزناش. هانت انا تبارك الله ما شاء الله. اذا الله يجازيكم بخير كتشجيع منكم لينا بارطاجيو هذا اللايف غير باش نطلعوا شويه اللايف ديالنا. وعطيونا المدن منين كتبعونا، كل وحده تعطينا شي كومونتير كيف ما بغى يكون. ايب كومونتير واش كتعجبكم السلعه ديالنا، واش كتعجبكم الطريقه باش كنروبريزونطيو لكم السلعه. اي تعليق سواء كان سلبي ولا ايجابي حنا هنا الا باش نجمعوه. تبارك الله عليكم من الرباط شكرا لك لاله مرحبا. اذا كاين البنات هذه 750 درهم 750 درهم 75 اورو. ماشي مشكله لاله في النور، غير تواصلي معايا في الواتساب ان شاء الله. شكرا لك اختي حسنه. وكاين هادو حتى هما تبارك الله ما شاء الله مخدومين على حقهم وطريقهم. ها انت شوف طفي هذا وشعل ديال الفيترينه لهيه لا صافي غير شعلو. لا لا غير شعل كيكات. هانا البنات تخي شيك تخي مينيون تخي 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 زوين صح والمتانة. الثمن ديالو 950 درهم 95 اورو. لي هي ها هي. اذا نكملوا اللايف ديالنا. اينا بلاصه بالضبط في الحفاري اون فاس مع مدرسه انقره. هانا بغاسلي غزال خليكم معنا وما تزبيوش قالوا هذا باش يبان لينا هنا. انا الغرض عندنا ما نبانوش حنا، خصني يبان تبان السلعه مزيان. راه ليا شي شوكه من هذوك الشوكات ديال كوينه ممتان. هذه غندير لها هاي سامارش هاك النبالة اختي 950 درهم 95 اورو 19000 ريال. انا تخي شيك تخي مينيون الثمن ديال هذا تا هو 950 درهم. هاك كاين هذا بروموسيون ها هو 750 درهم 15000 ريال 750. كاين اطقم بحال هكا هاد لي باك هادو كيكونوا زوينين بحال هكا فني وعندو التاج ديالو. نستنى نشوف بحال هكا نقربو تاني هكا عطينا هذاك دابا. كاين هذا البنات تبارك الله ما شاء الله هذا ديال شي عروسه. مرحبا بك امل. عطينا الثمن ديالو بوتش انتي التويج ديالو كيدير تبارك الله ما شاء الله. الا كان شي عروسه هنا ما تعطلش علينا. هادشي اللي كاين في النور لا جيتو بالتاج ديالو 6500 درهم بالتاج 650 اورو في التاج. شكرا لك اختي حسنة. 6500 درهم 130 ريال بالتاج نتاعو. التاج كيجي خطير هاك هانت
لا كريم دو لا كريم دو لا كريم ديال السلع، كل حاجه محطوطه على حقها وطريقه، يعني تنبين لكم داكشي بلي ديطاي. البراسليات عافاك دواز تاخدي شي براسليات، هانت كاين هادو على اللي بغات تهلا في ماما. الشرات اللي هادو راه غاليين عند تعريف البنات. عطيني جبد لي اللايف في التليفون عندك. اذا هذه نفتو له السامبل كدير 28 الف ريال، 1400 درهم، 140 الاورو. راه اي شوكه اختي في هادو، هذا كدو لينا هذا. شنو هاد الحلقات؟ ها شنو كاين هاد العجبه؟ ها واحد العجبه البنات، على اللي عرفات شنو هادشي عارفها كاينه. ها انت شوف هادي غادي تديها جبد ديال اللايف تما. شوفوا هادو البنات شنو هما، ما هذا العجب،